زين 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 يا فاروز، الصورة دي جات لي دلوقتي. مين دي؟ مين اللي بعت لك الصورة دي؟ اكونت معرفوش، جات لي دلوقتي على الفيسبوك في اذرز. كان ملوش اسم يعني؟ واضح انه فيك اكونت. اكيد هتلر اول ده. ممكن اعرف مين دي؟ ده البنت اللي اتقتلت، مريم، والطفل اللي عايش عندنا تحت. اول مره تقولي انك قابلتها قبل ما تموت. ولا من متى بحكي لك على اللي بيحصل في شغلي؟ ده مش شغلي يا زين، دي ام طفل عايش معانا هنا في البيت ومسميها على اسم ابوك، يعني اقل حاجه تعبرني كمراتك وتقولي انك قابلتها قبل ما تموت. ما جاتش فرصه. ما جاتش فرصه؟